فهمي بيه يا فندم واصل. خليه يتفضل. وبتعالي خدي الورق ده. حاضر. انت لسه زعلانه مني؟ زعلانه مني يا سيدي عشان بقول لها انت ليه ما اتجوزتيش لحد دلوقتي؟ كان لازمته ايه السؤال ده؟ اصل الاول كانت عينها طالعه عليك، وبعدين انت اديتها بومبه واتجوزت. طب هي بقى مستنيه ايه؟ فهمي ملوش لازمه الكلام ده. وبعدين كل انسان يا اخي ليه احلام، وده مش عيب. يعني انت بقى بتعترف. انا ما بعترفش بحاجه، قلت لك ملوش لازمه الكلام ده. ممكن تقول لي بقى ايه سبب الزياره المفاجاه دي؟ مش هقول لك الا لما تجاوبني. وانا بقى مش هجاوبك على حاجه خالص. انت فايق وانا ورايا شغل. وبعدين ده يا اخي ده موضوع فات، ايه اللي فكرك بيه؟ اصل الاول كانت واخده بالها من روحها وموضبه نفسها، لكن دلوقتي يعني انما ايه؟ امر. فهمي فهمي انت جاي ليه؟ انا جاي اعرض عليك مشروع مدينه سكنيه. قلت لي انا بقى ماليش في المباني. يعني انا اللي ليا بس في ناس بتفهم هي اللي هتنفذ المشروع. طب واحنا دورنا ايه؟ احنا بقى يا سيدي علينا الارض، وما دام الارض موجوده يبقى خلاص الباقي بقى تمويل من البنوك. فهمت. بعد كده تنزل اعلانات وتبيع على الرسم. ايوه بالظبط كده. طب وانت بقى سعادتك دورك ايه؟ الله، ما انا وانت هندفع ثمن الارض. طب قول لي، عرضت المشروع ده على مدام شهيره؟ لا طبعا، احنا اولى. انا انصحك بقى انك انت تعرض عليها المشروع ده، هي ليها اتصالات ممتازه وممكن تخلص لك الارض. انا لو عرضت عليها المشروع وعرفت مكان الارض خلاص هبقى انا بره. يبقى خلاص يا حبيبي، شوف لك حد تاني. يعني مفيش فايده. مالكش في الطيب نصيب. سلام. سلام. أرجوك اوعي تكوني زعلانة مني. ما تزعليش منه يا نادية، كان بيهزر. المهم رديتي على الفاكس؟ حصل يا فندم. طيب متشكر. العفو. الو، ممكن اكلم محمود بيه؟ انا عايزاه بخصوص قضيه. ممكن بكره؟ طيب الساعه 7. طيب متشكره مدام راويه. شكرا. الو، اهلا يا استاذ فهمي. في اخبار عن عدلي؟ جاي بعد بكره الفجر. طيب متشكره، انا اسفه على الازعاج. شكرا، مع السلامه. أنا مش ده منزل المرحوم عبد الحميد؟ أيوه هو. وأنتِ؟ أنا مراته. طب ممكن أدخل؟
لا الوقت متأخر. الساعة 10 وأنا جاي أعزي. الوقت مش مناسب للعزاء، خصوصا لما تبقى ست لوحدها. طب أقدر أعدي بكرة؟ بخصوص يعني علشان أعزي وأقف جنبك. متشكرة. متشكرة بإيه بس؟ أنت دلوقتي وحيدة ومحتاجة حد يقف جنبك. متشكرة. عموما أرقام تليفوناتي زي ما هي، ما اتغيرتش، وأنت عارفاها كويس. اتفضلي. شكرا. الباقية في حياتك. حياتك الباقية. صباح الخير يا قمر. صباح النور. بقولك ايه، انا داخل مكتبي، من فضلك هات البصة وحصليني. الهانم لسه ما وصلتش. لا 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 لا، الهانم مش جاي النهارده. افهم بقى بعدين. بعدين المهم دلوقتي انا عايز من قسم الكمبيوتر تقرير شامل عن كل الشركات بتاعتنا، وبعدين عايزك تحددي لي مواعيد مع كل المديرين اللي في الشركات ده، طبعا بعد ما افهم كل كبيره وصغيره في الورق اللي عندك. بس ده هياخد وقت كبير. واحنا ورانا حاجه؟ هي صحيح الهانم مش هتيجي النهارده؟ الا انت مالك خايفه من ايه؟ انا مش مصدقه. لا صدقي، وعشان اريحك هي هتيجي، بس هتقعد في مكتبي من النهارده، انا خدت مكانها وهي خدت مكاني. ببساطه كده؟ ببساطة كده. وانت مصدق؟ مش وقته. بقولك ايه، نتقابل النهاردة في نفس المكان. في نفس المكان. ده منزل مرحوم عبد الحميد. ايوه. انا مندوبة شركة التأمين، ممكن ادخل؟ اتفضل. جميل قوي البيبي ده، ولد ولا بنت؟ ولد. ده ابنك؟ ايوه. مرحوم ما لحقش يشوفه، كان بيستنى اليوم اللي يتولد فيه. هو المرحوم يبقى ابوه؟ ايوه. وحضرتك تبقي مراته؟ اللي اعرفه ان مراته ماتت. فاطمة. واتجوزني. واللي اعرفه برضو انه ملوش خلفة. من الاولانية جايز، لكن خلف مني. واللي اعرفه انه يعني. انت مين؟ انا مندوبة شركة التأمينات. مش صحيح. عندك حق. انت تبقي مين وعايزه ايه؟ انا سلوى عبد الحميد وعايزه. كدابه. الله يسامحك. يلا امشي اطلعي بره. من مصلحتك انك تهدي وتسمعي اللي هقول لك عليه. بقول لك اطلعي بره يا اما هطلب لك البوليس بره. اتفضلي اطلبي. أنا همشي، بس يا ريت تعرفي في الظرف ده وتستوعبيه كويس قوي. وهرجع لك. أنت لا يمكن تكوني بنته. قلت لك اعرفي في الظرف وبعدين نتكلم. عن إذنك يا طنط. طنط؟ سهام من فضلك اطلبي لي فنجان قهوة. تحت أمرك. ااا
حبيبي ايه مشغول؟ يعني بحاول افهم كل اللي فات. تحب اساعدك؟ لا 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 لا، احب افهم لوحدي. براحتك. على العموم انا النهارده مش في مود شغل خالص. ممكن اخد اجازه؟ ممكن. وممكن استنى حبيبي جوزي لحد ما يخلص ويعزمني على العشاء في حته جميله وهاديه. ممكن. مش هعطلك، هقعد مع سهام بره. تعرفي انك حلوة؟ مرسي. لا بجد حلوة وشيك. ده من ذوق حضرتك. مرتبطة؟ سر. لا ابدا. مرتبطة؟ لا. معقول الجمل ده كله محدش يقع فيه؟ لسه ما حصلش نصيب. انا مش هعطلك، هسيبك لشغلك اللي تشوفيه حضرتك. هسيبك وهخش مكتب سامي جوزي حبيبي. اعملي لي شاي. ممكن؟ ممكن. بنتي دي اكيد نصاب. أنا عايزاك ضروري. أوكي. باي باي. ما هو أنا مش هسكت كتير. لازم تتصرف بسرعة. إيه؟ حاضر. أحاول. ما أنا حاولت قبل كده ورفضت. آه. ممكن من غير ما حد يعرف. هعدي عليك بالليل واديك المفتاح. ها؟ متأكدة؟ عارفة يا سيدي، عارفة. أنا خلصت الشغل. تحبي تاكلي فين؟ أي مكان أبقى فيه مع حبيبي. أوكي، تفضلي. يلا. مساء الخير. مساء النور. محمود بيه موجود؟ مين عايزه؟ راوية. هو حضرتك اللي اتكلمت وحجزت معاد؟ بالظبط. لحظة واحدة يا هانم. اتفضلي يا هانم. شكرا. أو يا هانم، أهلا وسهلا. اتفضلي. قهوة، شاي، كاسوزة. متشكرة. ندخل في الموضوع على طول. أوي أوي. أنا تحت أمر حضرتك. إيه المشكلة؟ حضرتك. لا، إذا كنت أنا المشكلة يبقى اعتبريها اتحلت. أنا بتكلم جد. وأنا كمان بتكلم بجد. حضرتك مين؟ قلت لحضرتك راوية. أيوة، يعني راوية مين؟ حضرتك تعرفيني؟ من جهة أعرفك، أعرفك كويس قوي. أنا مش عايزة أطول عليك. العقد ده حضرتك اللي عملته؟ آه.
هو انت؟ ايوه انا مدام عدلي. والمطلوب؟ العقد ده يتفسخ والفلوس ترجع. لا 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 حضرتك بتهزري. انا مش جايه عشان اقول نكته. طيب بقى لما يجي عدلي بيه. لما يجي عدلي بيه مش من مصلحتك انه يعرف اني جيت، وهتنفذ. ناوي يا هانم؟ لا مؤاخذه انا ما عنديش وقت علشان اضيعه مع حضرتك. تصدق ولا انا كمان يا محمود بيه. العقد ده يتفسخ وانت والشله الملمومه على عدلي تبعدوا عنه، ومن مصلحتك انك تنفذ. لا 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 يا روي هانم، ده اسمه تهديد. من حقي. عدلي ده يبقى جوزي وانتوا تلفتوه. اتفضلي يا هانم، الزيارة انتهت. هتنفذ. ورقة تانية. الورقة دي الأصل بتاعها عندي، وهتنفذ يا محمود بيه كل اللي أنا عايزاه. بيقولوا إنك محامي شاطر وعمرك ما خسرت قضية. أديكي قلتيها بعظمة لسانك، عمري ما خسرت قضية. مالك؟ لا أبدا ولا حاجة. اتفضلي اتفضلي. رتبت كل حاجة. والمفتاح والرسم. المفتاح، الرسم. الفلوس. بيان سور محمود بيه. ميرسي. انت متأكدة ان مفيش حد هناك؟ متأكدة. المهم التنفيذ، التنفيذ بسرعة. طمني، بكرة الصبح كل شيء هيبقى جاهز. طيب واتس ذا نيكست ستيب؟ هي الخطوة الجاية. الخطوة التانية بقى سيبيها عليا انا. المهم انك انت تنفذي الخطوة الأولانية. ماشي. اتفقنا. أورفوار. أورفوار يا هاني. مع السلامة. مالك؟ أنت مش في المود خالص. لا، شوية إرهاق. طيب، شد حيلك. مش جايز الأوراق تكون سليمة؟ أنت ناسي إنه كان جوزي وقايل لي على كل حاجة؟ أيوة، بس ممكن جدا ما يكونش قال لك على كل حاجة. لا مش ممكن. لا ممكن. لا، انت ايه اللي مخليك متاكد كده؟ انت قلت له على كل حاجه؟ تفتكر ايه؟ يعني انا بتهيألي ان الانسان ساعات ما يقولش كل حاجه. يعني يخبي بعض الحاجات. دي تبقى مصيبه. ولا مصيبه ولا حاجه. يا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش. دلوقتي زمانها جاية، هنقعد ونتكلم ونفهم هي عايزة إيه بالظبط. هو إحنا لسه هنقعد وهنتكلم ونفهم هي عايزة إيه بالظبط؟ لا، إحنا لازم نبلغ البوليس. لا لا يا أفكار، بلاش حكاية البوليس دي، خلي البوليس على جنب. أنت عارفة البوليس معناه إيه؟ معناه إن إحنا هنخش في محاكم والمسألة تكبر وتطول، ويا عالم هنوصل لإيه؟ أيوه، بس كده يبقى ابتزاز، وأنا بقى مش هسكت. بلاش نسبق الأحداث يا أفكار، بلاش نسبق الأحداث.
ايه ده؟ انت مستنيه حد؟ لا. طب افتحي. طب وانت؟ قولي لهم ان انا صديقي المرحوم كنت جاي عزي. يلا. كده ومين قال لك بقى ان شاء الله ان انا هقبل انك تقعدي هنا؟ وليه لا؟ انتي وحيده وانا وحيده وملناش غير بعض بعد المرحوم. اتفضل رد. يرد؟ بصفته ايه يرد؟ بصفتي صديقي المرحوم، وما كانش ليا الشرف ان انا اتعرف بحضرتك في حياته. هو يعرف بابا يا طن؟ بتقول لك بابا؟ انت مش مصدقاني يا طن؟ حتنقتني حتنقتني. افكار هاني، انا بتهيألي ان انتوا الاثنين اعصابكوا تعبانه ومشدوده، فيا ريت توري سلوى هانم اوضتها علشان ترتاح. انت بتقول ايه انت كمان؟ ها؟ بقول ان سلوى هانم من حقها انها تقعد في بيت ابوها ترتاح، بعد كده نقعد ونتكلم ونعرف هي عايزه ايه بالظبط. مش كده ولا ايه يا سلوى هانم؟ كلام منطقي وجميل. ممكن يا طنط. ده انت اللي طنط، بلاش كلمة طنط اللي تلقطيني بيها دي. مش حضرتك كنتي مرات بابا؟ خلاص خلصنا، اتفضلي. عن اذنك يا عمك. اتفضلي. ميرسي. اونكل انت بتخرف؟ عقد ايه ده اللي انا فسخه؟ من مصلحتك، من مصلحتنا كلنا انك تعمل اللي بقول لك عليه. من مصلحتي ان انا افسخ عقد هكسب منه 4 مليون جنيه. من مصلحتي ان انا اسيب عدلي بعد ما بقى خاتم في صباعي افعصه وقت ما انا عاوز. مش هتقدر راوية، مش هتسيبك. اصلها عارفه حاجات كتير. مش هتقدر تعمل حاجة. طب وما تقدرش ليه؟ لأن خلاص عدلي بقى مدمن، يعني محتاج لي ألعبه زي ما أنا عاوز. أدمن؟ طب ده أنا. أنت إيه؟ لا لا، إحنا لازم نخلص بسرعة. ما هو ما دام يبقى أنت لسه فاضل بنت واحد بس، وكل حاجة امتلكها عدلي هتبقى ملكي. جبتك عشان تخلصني من مصيبة وقعتني في كارثة. يا أفكار يا أفكار، بالهداوة بالهداوة نوصل للي احنا عايزينه. أنا طول ما البنت دي قاعدة هنا أنا مش قاعدة أبدا. أوه. أنت ليه مش عايزة تفهميني؟ طول ما هي موجودة هنا ده هيساعدنا ان احنا نتخلص منها بسهوله ومن غير شوشره. البت دي مش هنعرف نتخلص منها بسهوله. اوه يا افكار يا افكار، افهميني بقى. اسمعوني كويس، انا جايه هنا وانا عارفه انا عاوزه ايه وبعمل ايه وهاخد ايه. اسمعيني انت كويس، انت تاخدي بعضك كده بسهوله ومن غير شوشره وتاخدي بعضك وتمشي بره. مش كويس عشانك. اعملي اللي انت عايزاه. ممكن عزت فهمها ان في محاكم، انصحها عقلها. افكار انا بقول بلاش نتكلم دلوقتي لغايه الاعصاب ما تهدى. اسكت انت. بقول لك ايه، عايزه ترفعي قضيه ارفعي قضيه، اللي انت عايزه تعمليه اعمليه، انا جاهزه. جاهزه؟ اوكي. اول قضيه بقى نطعم في ناس.
الو؟ ايوه راويه؟ خير؟ اهدي بس اهدي وفهميني، خير؟ مين؟ ايه؟ عدلي؟ ماله؟ طيب، لا، انا هتصرف، لا خليك انت والبنت، ما تتحركوش. ايه يا زكريا؟ عدلي ماله؟ اتقبض عليه في المطار ومعاه ممنوعات. مصيبة، ده خراب. عارف يعني ايه خراب؟ عارف ومقدر. اخر حاجة كان ممكن اتوقعها. عدلي مش ممكن حد يشتبه فيه، ده كارت مضمون. في لازم حد بلغ عنه. مين بقى الحد ده؟ يا عزت، يا انت. ها؟ طب وليه ما تكونش راوي؟ راوية؟ لا راوية لا. مين؟ خليه يتفضل. حاضر يا فندم. اتفضل يا فندم. بابا أنا يا فندم حاضر عن المتهم وأنا أعرفه. ممكن سيادتك تسمح لي أختاري بالمتهم 5 دقايق؟ اتفضل. عدلي انت احرجتني مره في المحكمه ودلوقتي بتحرجني المره التانيه. انا بحميك يا بابا. انت بتحرمني من حقي الشرعي، حقي اني ادافع عنك. انا عار. متقولش كده. انت ابني، حتى مني. الناس مش هتسيبك، مش هترحمك. لا، الناس هتلومني لو عملت زي ما انت عايز. بعد كل اللي عملته فيك سمير وكيل النائب العام وحضور السيد سكرتير التحقيق. عرض علينا المحضر سالف الذكر ساعته وتاريخه، وتبين لنا وجود المتهم خارج غرفة التحقيق. فدعوناه إلى داخلها وتلاحظ لنا أنه شاب في العقد الثاني من عمره وبحضور محاميه. مش اخويا برضه. انت عايزه ايه؟ عايزه تجننيني؟ هو اسمه ايه؟ ها؟ ايه؟ يا ستي اسمها ابنك؟ اسمه جميل. انا جعانه، تفطري معايا يا طنط؟ عندك أقوال أخرى؟ الإجابة لا، وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه.
اتفضل وقع. خد عسكري. اتفضل ارتاح برضه. هو بعد اذن حضرتك القرار هيكون ايه؟ انت محامي يا استاذ زكريا واكيد عارف. على العموم بعد لحظه هتعرف. ارتاح بره شويه. طيب بعد اذن النيابه سيادتك شايف ان هو تعبان جدا محتاج علاج، ممكن يتم التحفظ عليه جوه المستشفى وانا ضامن. المحامي العام هو صاحب القرار. بركه في حضرتك برضه. تعبان يا فندم تعبان. انا هعرض الامر، اتفضل ارتاح بره. ياما نبهتك، ياما ترجيتك انك تبعد عدلي ده عننا. سيبك من الكلام ده دلوقتي. انا عاوز اعرف مين فيكو، انت ولا محمود؟ لو فكرت كويس هتعرف ان انا ولا محمود لينا مصلحه في ان عدلي ده يتقبض عليه. امال مين؟ احنا مش في مين دلوقتي، احنا في عدلي. الكلام اللي ممكن يقوله. عدلي ده بقى مدمن، يعني اصبح نزوز، لو ضغطوا عليه شويه ممكن يتكلم بسهوله. لو مصيبه لو حصل ده. مصيبة، لازم نتصرف. لا، احنا لازم نخلص عليه. يا ابني اتجننت. نخلص عليه ازاي؟ قلت لي بقى ازاي؟ مش انت المخ؟ امال احنا جايبينك ليه؟ اتصرف يا محمود، اتصرف قبل فوات الاوان. انا هتصرف. رايح فين؟ هتصرف. هتعمل ايه يعني؟ لما اوصل لحل بقول لكم عليه، بس يكون في معلومكم. انتوا اللي هتنفذوا. غبي غبي جيتي ليه؟ اخباره ايه يا غبي؟ لا بخير، كويس كويس الحمد لله. الحمد لله. طيب هتعمل ايه؟ مفيش حاجة. تعمل ايه يعني؟ انا هروح وانت كمان تروحي وهنشوف. انت تحمدي ربنا انه موجود في المستشفى، اعتبريه مريض. لا لا، انا مش هسكت. لا ارجوك سيبيني اتصرف. يلا بينا يلا بينا يلا. انا لازم اشوف. ممنوع، ما تقدريش. يلا بينا دلوقتي. يلا يلا يلا. نقلوه مستشفى خاص وعليه حراسه، لكن ما جابش سيرتنا لحد دلوقتي في التحقيق. عظيم، ده يسهل مأموريتنا. لازم نتأكد من كلام محمود، ضروري نبعت واحد يشوف ايه الجو هناك. ما تقلقش، محمود لما بيقول حاجة بيبقى متأكد منها. انت واثق من الراجل اللي هينفذ العملية؟ اطمن، اكن انا اللي بعملها بالظبط. عن اذنك لازم اروح اشوف شغلي. هتروح فين بعد كده؟ ما تخافش، هيبقى في شهود انا كنت فين بالظبط. المهم انت اطمن. يا فندم انا. ايه؟ حاضر، مسافة السكة.
سيادتك جاية متأخرة ربع ساعة. أنا آسفة. تعالي أنا عايزاكي. يا أنسة، من أهم صفات السكرتيرة دقة الملاحظة، سرعة البديهة، والانضباط. أنت بتشتغلي في شركة بتتعامل بالملايين، عندك عقد تأسيس الشركة، صوري منه نسخة وهاتيها لي. تحت أمرك. على فكرة أنا طلبت من سامي بي يختار سكرتيرة تانية. انتي هتبقي معايا، انتي عارفة اسلوب شغلي كويس. وسامي بيه موافق؟ وتفتكري سامي بيه مش هيوافق ليه؟ لا اقصد ان شغل مكتب سيادتك كله انا عارفاه بحكم انه كنت مع حضرتك. يس يو هاف ا بوينت، فاتتني دي. خلاص يبقى اختار انا سكرتيرة تانية، مصلحة الشغل اولا. ميرسي. اتفضلي. هيبان. صباح الخير يا قمر. صباح النور. هات البوسطة وحصل لي. ازيك؟ الله، انت خايفة منها؟ يعني. وحشتيني. وانت كمان. هشوفك النهاردة. بموت في ابتسامتك دي. ممكن بقى أشرب في القهوة من إيدك الحلوة؟ والبقية تأتي. ولابد من آه الكلام بتقال علي الشيطان.